والأضرار اللي تنتج عن تناول الكربوهيدرات أو النشويات بكثرة. يمكن أن تناول الكربوهيدرات بكميات كبيرة إلى أضرار عديدة على الصحة البدنية والصحة النفسية للفرد. لمتناولين الكربوهيدرات أضرار عديدة وخطورة عالية للإصابة بالعديد من الأمراض، فتناولها بشكل مبالغ فيه قد يؤدي إلى انخفاض معدل الأيض في الجسم ويؤثر في مستوى حرق السعرات الحرارية في الجسم، مما يزيد من فرص الإصابة بالسمنة لدى الأطفال بشكل كبير وخاص، بالإضافة إلى خطر ارتفاع نسبة السكر المتراكم في الدم وانخفاض معدل إنتاج الأنسولين في الجسم بشكل عام، إلى أن استهلاكها بكثرة قد يكون السبب الرئيسي في والأول لزيادة معدل الكوليسترول الضار في الجسم، مما يؤدي إلى تراكمه وزيادة فرص الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والشرايين وضغط الدم مثل ما هو متعارف. من الناحية النفسية، فإن للكربوهيدرات القدرة على التأثير بالحالة النفسية وبشكل كبير، وذلك من خلال ارتفاع نسبة الهرمون المختص بالشعور بالتعب والخمول والكسل، مما يؤدي إلى تغيير نمط الحياة إلى نمط غير صحي وضار.